اهلا بكم متابعي انفاسيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. اليوم معنا السي حسن بزيق اللي غيتكلم لنا على العمل الجمعوي وكيفاش جاتو الفكره انه يتناوله في احد الازارات الادبيه ديالو اللي عنوانها بالدليل العملي والقانوني لتاسيس الجمعيات. فاهلا. اهلا، اولا شكرا على هذه الاستضافه وهذه البادره الطيبه، وكنشكركم على ما تقومون به مجهودات من استضافه واحد المجموعه من الباحثين والمفكرين في مجالات مختلفه ثقافيه سياسيه لتنوير الراي العام. وشكرا. سي بزيق، طرحتي كتاب اللي دويتي فيه على العمل الجمعوي واللي سميتيه الدليل العملي والقانوني لتاسيس الجمعيات. ومؤخرا الوزير ديال الداخليه صدر تعليمات مشدده بان يجب على العمال حتى الولاة انهم يتشدوا ويضبطوا فيما يتعلق بالضبط ديال الماليه ديال بعض الجمعيات. فبالنسبة لك انت كتشوف بان هذا العمل الجمعوي ولا كيشهد واحد الفوضى مؤخرا، فكيفاش نقدروا نفسروا هذه الفوضى هذه؟ نعم، اولا شكرا على السؤال ديالكم. فبالنسبة للكتاب الدليل العملي، بغيت نرجع شيئا الى الوراء باش نتكلم في التقديم ديالي للكتاب، اللي قلت بانه يعتبر هذا الكتاب هو واحد الخريطة لإنارة الطريق لكل مهتم ومقبل على تأسيس الجمعية. ودرت واحد، اعتمدت على واحد التصور اللي هو مركز ومبسط، كذلك استنت على التجربة ديالي في العمل الجمعوي اللي تجاوزت واحد 30 سنة. يعني نقدر نقولوا هاد التجربة ديالك هي اللي خلاتك انك تفكر دير هاد الكتاب. نعم، هاد التجربة ديالو خلال اللي كنشوف الان كاين واحد المجموعة الناس اللي كيأسسوا جمعيات وهما غير هاضمين القانون. وهو القانون كاين ديال 58 واللي تعدل في 73، والتعديل الاخير اللي كان في 23 يوليوز 2002. نرجع للسؤال ديالكم، فعلا كاين واحد الفوضى خاصة بالنسبة للجانب المالي. ولو ان البنود ديال القانون واضحة، خاصة في هذه البنود ديال ادخال الشفافية للموارد المالية اللي هو الفصل 32 و32 مكرر و32 مكرر مرتين. واللي 32 مكرر مرتين اللي هو كيقول فيه المشريع بان اي جمعيه وصلت مبالغ خارج المغرب من اي منظمه خارجيه فضروري انها تبلغ الامانه العامه للحكومه في ظرف 30 يوم بالمبالغ اللي تسلمتها والجهه المانحه وشنو نوعيه الانشطه. فالقانون المالي واضح، الى ان كاين واحد المجموعه ديال الناس كيصحابوا العمل الجمعوي واش هو مصدر الربح، بينما ان العمل الجمعوي هو ما فيهش المسائل الربحيه. وهو واضح الفصل الاول القانون اللي كيعرف الجمعيه، فالجمعيه هو اتفاق اكثر من شخصين لتحقيق هدف دون اقتسام الارباح، بمعنى اللي بغى الربح يمشي مقاولات تعاونيه، كاين المصادر ديال الربح وديال الفلوس الى اخره، ولكن العمل الجمعوي انه ما فيش الربح، فيه اننا كنسطروا واحد مجموعه الاهداف ونسعى لتحقيقها بمجموعه من الانشطه اللي كنوضعوها في الاهداف بطبيعه الحال. فشنو اللي خلى العمل الجمعوي انتقل من الجانب ديالو التضامني والاجتماعي ويعني مؤازره الفئات الهشه في المجتمع بانه يولي يسعى فقط للربح؟ ما كنعموش، ولكن اغلبيه دابا ولات كتجه للعمل الجمعوي بغرض الربح. هذه المساله امتد زاد عدد الجمعيات في 2005 تاريخ ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واحد العدد الناس ولاو كيتأسسوا الجمعيات الغرض ديالهم انه هو الربح. وكاين جمعيات سورية، كاين اللي كيدير جمعية هو باه وخت امه كيديروا جمعية، كيدير الغرض، ما بقاش ذاك المفهوم اللي تعطى الجمعية النهار الاول، ولاو انهم زاغوا على الاهداف ديال الجمعية ولاو ولاو كيوظفوها فيما هو ربحي. وهذا تكلمنا عليه بان الجمعيه ما فيهاش مسائل الربح، الجمعيه فيها تحقيق الاهداف. بل اكثر من ذلك دابا ولينا كنشهدوا جمعيات اللي ما بقاش غير الغرض الربحي، وانما حتى الترويج والمساهمه في يعني في الترويج لبعض المرشحين. تبارك الله دازت الانتخابات، فكنا كنلاحظوا ان مجموعه من الجمعيات دعمات مرشحين على حساب مرشحين اخرين. فامتى كانت الجمعيه من جمعية كانت معنية بالأغراض الاجتماعية والتضامنية وهذا انتقلت أنها جمعيات عندها أغراض سياسية؟
نعم، لهذه كاين ما يسمى في القانون جمعيات سياسية، ولكن ضمن الفصل 15 كاين واحد المجموعة الفصول في القانون، ولكن الفصل 15 هو اللي كيتكلم على الجمعيات السياسية. هذه جمعيات سياسية. لا بنقول الجمعيات السياسية هي اللي كتوظف الأحزاب الوطنية كتأسسها وكتسمى بما عندنا في الساحة مجموعة الجمعيات اللي تابعة للأحزاب. الغرض هو استقطاب المنخرطين لهذه الأحزاب، وهذه الجمعيات هي تابعة لهذه الأحزاب. بينما أننا كاين واحد البند كنضعوه في الأهداف أن الجمعية كتكون بعيدة عن ما هو عرقي وسياسي ونقابي. الجمعية كتكون واضحة وكتكون الأهداف. حتى المشرع اللي وضع هاد الإطارات فأنه فرق بين مجموعة الإطارات، عرف ما هي النقابة للدور ديال الدفاع عن مجموعة ديال المطالب إما أنها مشتركة أو متفرقة، الحزب اللي الدور دياله هو تأطير المواطنين، التعاونية كذلك اللي كان ضم واحد الفصل اللي تغير مؤخرا هو 112-12. فحتى المشرع وضع كل إطار وضع له القانون دياله، إلا أن هاد الناس أولا أغلبية ديال الناس حسب تجربة ديالي كيأسوا جمعية وهما غير هاضمين للقانون، بينما أن القانون واضح. إلي كان ممكن تقربنا من التعديلات اللي طلعت في الجانبات. نعم، التعديلات كاين أهم التعديلات اللي جا بها القانون الجديد ديال 23 يوليوز 2023 القانون ديال 23 يوليوز 2002. هذه التعديلات أولا الفصل 5. فالفصل 5 عندما نؤسس جمعية أول حاجة كندفعو للسلطات المحلية، محضر الجمع العام، القانون الأساسي، لائحة الأعضاء، وكناخذوا واحد الوصل مؤقت ومختوم في الحال. بعد 60 يوم كناخذوا الوصل النهائي، والمشرع جاء زاد واحد الكلمة أنه في حالة ما توصلناش بهذاك الوصل 60 يوم جاز لنا رفع دعوى لدى القضاء الاستعجالي، وهذا مهم فصل 5. كذلك الفصل 7 حل الجمعية أصبح بيد القضاء. الآن الحاجة المهمة، لأن كما قلنا هذا القانون الجديد التعديلات جات مهمة، الفصل 7 حل الجمعية أصبح بيد القضاء. إذا أي خرق لهذه البنود اللي تكلمنا عليها فالمحكمة الابتدائية النيابة هي اللي عندها الحق أنها تبت في هذه المسائل. مشى هذاك الشيء بالنسبة ل 73 و 58 اللي كان القيد من حقه أنه هو يوقف الجمعية إلى أخي أو العامل. الآن هذا القانون جا واضح. كذلك العقوبات الحبسية، القانون ديال 78 وديال 73 وديال 58 كانت هناك عقوبة حبسية، الآن فصل 8 حيد العقوبة الحبسية وخلى غرامة اللي هي من 1200 حتى 5000 درهم في حالات وقع واحد الخرق ديال القانون. فهاد المؤسسين ديال هاد الجمعية أن بقات عقوبة اللي هي كما قلنا غرامة. ما بقاش، ما كتشوفش بان هاد التساهل وهاد التعديلات اللي نعم خفات من هاد الاجراءات اللي ممكن تتخذ في حق الناس اللي كيخرقوا القانون في المجال ديال العمل الجمعوي، ما غتساهمش ان هاد الخروقات تكثر او التزايد ديال هاد الخروقات. كاين تطبيقات، لان راه الدوله كتطبق هاد المسائل القانون، فعدد الجمعيات طبقت عليها عقوبات في حالة خرقها لهاد البنود. مثلا بحال البند 3 اللي كيقول كل جمعية تدعو لأي شكل من أشكال التمييز أو المس بالوحدة الترابية أو الدين الإسلامي أو النظام الملكي تعد لغية. هذه كتدخل ضمن ثوابت ديال الأمة، ضمن المقدسات. فصل 3 كيأكد على هذه المسألة، أي جمعية أن دار شي نشاط ومستات بهذه التوابيت فكيطبق عليها القانون، وهو مباشرة الفصل 7 اللي كيكون ديال حل الجمعية وكتطبق عقوبات على المؤسسين اللي قلنا من 1200 حتى 5000 درهم. إذا القانون واضح وكيطبق، إلا أنه بعض الأحيان كما قلنا كاين واحد العدد الجمعيات كتوصل بمبالغ، وكاين وزير الداخلية مؤخرا عطى واحد الرقم كبير ديال الملايا اللي كتدخل الجمعيات، الا ان هذه الجمعيات ولو ان كاين الفصل 32 المكرر اللي كيقول ان هذه الجمعيات خصها تبلغ الامانه العامه في ظرف 30 يوم بهذه المبالغ، الا كاين بعض الجمعيات ما، ولكن اي جمعيه تثبت انها توصلات بهذه المبالغ وما خبراتش حسب القانون فانها تعاقب.
المشكل انه ولا مؤخرا هاد الجمعيات هادو بالحديث عليهم ولات كيختلقوا بعض المشاكل في البلاد. نعم. باش يتوصلوا بهذاك الدعم اللي غيجيهم من الخارج. فشنو نقدروا كيفاش بحالاش؟ يعني كتقول بان كاينه مثلا ازمات اقتصاديه او لا عندنا باغي نصيبوا الحاجه الفلانيه باش توصل بدعم من الخارج اللي يساعد انها دير هذاك. لا، لان دابا القانون ديال الدعم اللي كيتعطى كيتعطى بناء على مشاريع، ما بقاش هذاك الشيء اللي كاين اليوم. كنقدموا مشروع، اما كنقدموا للقطاع الخاص، اما المؤسسه التابعه للدوله، او بالنسبه ل كما قلت منظمات اجنبيه. الا ان القانون واضح، فمني كتعدى هذا الدعم 50,000 درهم فكتكون فيه شراكه، كتكون شراكه، والتبرير ديال هاد المبالغ كيكون بواسطه خبير حيسوبي مسجل في لائحه ديال الخبراء المعترف بهم او بالنسبه للمفتش الماليه. عكس ملي كتكون المبلغ ديال 10,000 او اكثر من 10,000 درهم وكتكون كتساهم فيه اما الجماعات المحليه او احدى مؤسسات الدوله، فكيكون كذلك واحد تبرير لهاد الجهات. فضروري اي واحد عطاك شي دعم راه كيحاسبك عليه، وكتقدم ملي كتنتهي المده ديال هذا المشروع راه كتقدم بواحد التبريرات والحسابات فين مشات هذه المبالغ. واللي تثبت عليه عكس ذلك فراه كاينه عقوبات محاسبه خاصه بهذا المثال. في الاخير بغينا دابا حنايا مجموعه من الجمعيات كنشوفوها وكل يوم كيتزاد واحد العدد ديال الجمعيات، يعني ولات عندنا واحد الوفره في الجمعيات. نعم. ففي نظرك كيفاش نقدروا اننا نقنوا هذه القضيه ديال التزايد المستمر في العدد ديال الجمعيات؟ لحد الان ما كاينش شي مساله اللي يمكن تحبس الجمعيه. الجمعيه ما عندها ما حد عندها واحد الوصل نهائي قانوني فكتمارس الانشطه ديالها. الان الدوله باقي ما عملاتش مثلا واحد القانون لان هذه الجمعيه ما كديرش انشطه وهذه الجمعيه كدير انشطه. لحد الان فاي جمعيه عندها الوصل القانوني فمن حقها انها تمارس الانشطه ديالها طبق القانون. وكما قلت لك ان التزايد ديال هذه الجمعيات بدا من 2005 اللي الناس مشاو لتاسيس واحد العدد كثير ديال الجمعيات اللي كيصحابوا واش الجمعيات فيهم الربح فيهم سميتو خصهم يتقدموا بطلبات المنح الدعم انهم ياخذوا واحد المجموعه ديال. فكذلك ان خص يكون تكوينات، فهاد الناس الامناء ديال بعض الجمعيات ولا الرؤساء خص يدير لهم واحد التدريب تكوين، لان واحد العدد الناس ما عمرهم تصرفوا في واحد العدد الملايين وكياخذ دعم فيه. كيفاش غادي يدير المصاريف ديالها والتبرير ديالها؟ خص يكون واحد تكوين قبلي كيفاش، لان هو بالنسبه للمهمه ان الامين الدور ديالو خصو يمسك واحد الملف ديال الحسابات اللي كيوضع فيه المداخيل وكيوضع فيه المصاريف، وعلى الاخر كنقدموا واحد تقرير ادبي في اخر المرحله ديال الجمعيه وكنشوفوا واش عندنا فائض ولا عندنا عجز ولا هاد المسائل كيكون مسؤول عليها الامين. والكاتب كذلك عنده الدور ديالو كيمسك مثلا التقارير ديال الانشطه اللي كدير باش في الاخر كنتقدموا التقرير الادبي بواسطه الكاتب والتقرير المالي بواسطه. فخص يكون واحد التكوين بالنسبه لهاد الامناء وهاد الناس اللي هما، وتكون واحد الشفافيه. كنشوفوا بعض الجمعيات انا كيكون فيها الرئيس مدى الحياه، الامين مدى الحياه. فاطار الشفافيه والديمقراطيه اللي كاين الان خص تكون ان الرئيس يكون ولايه او ولايتين ونعطيو ثاني لواحد اخر، وتكون واحد يكون الشباب كذلك ضخ دماء جديده يتحملوا المسؤوليه. وشكرا. طبيعه الحال حنايا ماشي ضد انه يكونوا عندنا جمعيات كثيره وهذا حق مشروع كيضمنوا لهم القانون اولا، ولكن المشكل المطروح هو ان مجموعه من عدد من الجمعيات ما كنعموش عاوتاني كتلقاها الجمعيه خدامه ويعني معرفه راسها كجمعيه ولكن الانشطه ديالها شبه منعدمه، فهذا هو اللي كيبقى المشكل. لان كاين اهداف، حنا ملي كنبغيو ناسسوا جمعيه خاص الانسان يطرح على راسه مجموعه الاسئله، من نحن؟ ماذا نريد؟ ما هي اهدافنا؟ ما هي امكانياتنا؟ عدد الجمعيات كنشوفوا واحد ولا جوج اللي خدامين، لان ما كنطرحوش على نفوسنا هذه الاسئله. اولا بغيت ندخل شي جمعيه نطرح على نفسي السؤال، من انا؟ شكون انا اللي بغيت ندخل هذه الجمعيه؟ واش قادر؟ واش عندي الوقت؟ واش نقدر نضحي؟
اشنا هي الاهداف، اشنا هي واش عندي امكانيات. كذلك ان القانون الاساسي بعض الجمعيات بغا دير القانون الاساسي كتنسخ واحد القانون الاساسي من جمعيه اخرى، وهذا خطا. خصنا القانون الاساسي ديال الجمعيه يكون من الذات ديالنا، تكون هذه اللجنه التحضيريه وهاد المنخرطين اللي جلسوا الطويله ونوضعوا ما يسمى بزوبعه الافكار، ونطرحوا مجموعه الاسئله ونخرجوا اش بغينا حنا، ونوضعوهم في واحد السبوره، ومن بعد نبداو نختاروا حسب الاولويه او التراتبيه، وهي اللي تكون الاهداف ديالنا ونسعى لتحقيقها. فكاين الفصل 37 كيقول اي جمعيه تمارس انشطه غير الانشطه المذكوره في القانون الاساسي ان يمكن الجمعيه تحل. وهذا اللي ما كيعرفوش مجموعه المؤسسين ديال الجمعيات لانهم ما هضمنش القانون. شكرا بزاف السي بزيغ. العفو. وكان هذا هو لقائنا اليوم مع السي بزيغ اللي قربنا اكثر من العمل الجمعوي ومن الجانب القانوني في العمل الجمعوي. فهذا هو لقائنا اليوم، نتلاقاكم ان شاء الله في لقاء جديد مع ضيف جديد وموضوع جديد. السلام عليكم.